علمني. كانت معه وردي. هي وبعدين؟ ولا قبلين كان حاملها. حملها؟ لأنه بإيد ووردي بإيد. وقدر يحملها؟ ليش هي تقيلة؟ ما هي خف الريشة. وش دراك أنا خف الريشة؟ وش دراك؟ إيه؟ أنت حملتها بعد؟ إيش؟ لا وش دراني؟ أنا بعيوني هدول شفتوا حاملها. لحول الله، ليه؟ كاينه مريضة. مريضة؟ ليه؟ عاد شلون تقبل انه يحملها؟ شلون شلون شلون؟ هي بتقدر تحكي وتمانع؟ لو بتقدر تحكي وتمانع كان حكت ومانع. يا بالواد، ما انا حكيت معها وعزمتها عندي. ايه؟ انت عزمت وردي؟ ايه عزمتها، ودها تشرفنا هي واهلها، ترى وانت معزوم انتو كل الطلاب. بصير خير بصير خير. انت متأكد إنه وردة ممكن تحكيه؟ شلون من متوكد؟ ما هي خرسة. إيه؟ شو هذا يا عالم؟ بدك تصني يا عفاش؟ بدك تصني يا عمي؟ يا عمي الورد ما بحكي. ومن المهبول اللي قال إنه الوردة حكي؟ واحد فيه. بس ما هو أنا. لعاد مين؟ وردة. قوم خلينا نسأله إذا الورد بحكي. أبو الأساسين، الوردة الحمراء اللي كنت حاملها بإيدك حكات؟ وردة. وردة حمراء، وانا اقول لمعلمة وردة مش هالكارة. ايه، وانا بقفض الوردة الحمراء اللي كان حاملها اصلا بيدو. هو هو هو، وانا اقول اشلون حملها وانت تقول خف الريشة، وانا اقول كاينه مريضة وانت وش الخربطة هذه؟ وش الخربطة؟ وش القارة؟ وين الفهم؟ خربطة بسيطة. حول الله، حول الله، يا ابو ست راسة تسلم.